غريزمان، والبعض الآخر يقول غريزمان تسرع في الجري نحو الكرة وكان عليه أن يبقى واقف وتأتيه الكرة. أنت كلاعب سابق هنا، من المخطئ ومن المصيب وما هو الحل الذي كان من الممكن أن يكون الأفضل بالنسبة لكلا اللاعبين؟ رابيو حب يأمن الهدف، يعني لو كان مد الكرة مد الكرة دوك غريزمان ما كانش ما سبقش الكرة، غريزمان تخلطت الأمور في لما تلقى الكرة رجليه تخلطوا. لو كان رابيو يعني يسجلها كان قادر كان يكون قدف كان قادر يسجل كما كان قادر الحارس يخرجها، ولكن هو خير يأمن وعطاها لغريزمان. غريزمان يعني للأسف في الكرة مشات له بين رجليه وما ما قدرش يسجل. من عودية هل نجح؟ مشات له الكرة بين رجليه تمشي لك الحروف غريماز. نعم، هل نجح اليوم ديشون في خياره بالاعتماد على تيرام بدل جيرو، وهل ماذا كان يبحث من خلال إقحام تيرام بدل جيرو؟ ربما تيرام يتميز بالقوة والدفاع البدني، هذا ما كان ربما ديشون يريده في على الأقل 60 دقيقة الأولى، لأنه جيرو حتى وإن له من الخبرة ما يكفي، ولكن أنت بحاجة إلى مهاجم ممكن أنه يضغط على، لأنك ضد منظومة دفاعية جيدة. ولكن يجب أن نتكلم أيضا على غريزمان. غريزمان في مباراة اليوم أعطى الانطباع الجيد، كان حتى وإن ضيع الفرصة. شوف ميدو، بسؤالك الذي طرحته على الأخ قاسي سعيد، إذا تريد تسجيل أهداف يجب تحمل المسؤولية ويجب تكون أناني في بعض الأحيان. تكلم على رابيو ونتكلم على كانتي. كانتي ايضا قولوا كانتي ايضا كان في وضعيه ثانيه، اللاعبين لا يريدون تسجيل اهداف، وكانه كل لاعب يريد ان يتهرب من المسؤوليه في مباريات مماثله. نحن نتكلم على لم تخون الذاكره، المنتخب الفرنسي يعتبر من بين احسن خمس منتخبات في العالم، اكيد لاعبيه لهم من الخبره ما يكفي، وكل لاعب في المستوى العالي، وكل لاعب كاس عالم وكاس اوروبا. في كم من مرة أنت تدخل 18 متر ولا تسدد؟ هذا أمر غير معقول في المستوى العالي ميدو، سواء كرة رابيو أو كرة كانتي أيضا الذي أراد الاعتماد على غريزمان، وكأن غريزمان له العصا السحرية وهو سوف يخرج المنتخب الفرنسي من المأزق. نعم، البعض الآخر يقول أيضا بأنه أمين بن شابير بتحرك نقوله كانتي في الشوط الثاني تحرك المنتخب الفرنسي. شفنا في بعض الأحيان كان فيه في وقت دروة الضغط الفرنسي تقريبا انطلاقا من دقيقة 62 63 إلى غاية دقيقة 75، ربما 13 دقيقة كان فيها المنتخب الفرنسي مسيطر مستحوذ ضاغط، والمنتخب الهولندي لم يستطع حتى الخروج من منطقته بسلاسة، كل مرة كان يضيع الكرة. تحركه في هذه الفترة ممكن شفنا نقوله كونتي مشى للأمام أكثر، مشى بحرية أكبر، تشواميني قاعد في التغطية وشفنا نقولو كونتي يمشي على اليمين يمشي على اليسار. وعلى ذكر نقولو كونتي ثاني مباراة على التوالي يتم اختياره رجلا للمباراة. شوف نقولو كونتي قدم مباراة كبيرة على غير المباراة الأولى، ولكن التغطية الكبيرة والعمل الدفاعي الكبير الذي كان يقوم به تشواميني خلف نقولو كونتي هو الذي سمح لنقولو كونتي بالتقدم أكثر نحو الأمام، خصوصا في الشوط الثاني. كاين لاعب اخر قدم مباراه في اعلى مستوى في وسط ميدان المنتخب الفرنسي، رابيو كان رائع، كان هو ميزان خط الوسط اليوم، كان يعطي الهدوء في وسط ميدان المنتخب الفرنسي، كان صنع الكثير من الفرص، قدم مباراه في اعلى مستوى، استرجع كرات ايضا. نعم استرجع كرات اليوم، ربما باستثناء النجاعه التهديفيه كل شيء كان مثالي في المنتخب الفرنسي، سواء من الناحيه الدفاعيه في العمل الدفاعي المنتخب الفرنسي كان رائع، في الضغط على المنتخب الهولندي كان رائع، في الاستحواذ كان رائع، في الهجوم سواء من العمق او على الاطراف كان رائع، كانت تنقصه فقط النجاعه التهديفيه، عاد فقط الى مساله اختيار تيرام على حساب جيرو في مباراه اليوم. اعتقد انه فضل قوة الاختراق والسرعة التي يتميز بها تيرام، خصوصا أنه يعلم أنه سيلعب أمام مدافعين قويين جدا هما فيرجيل فان دايك وديفري، لذلك اختار كولومواني نظرا لسرعته يستطيع أن تيرام بالسرعة وبالمهارات يستطيع أن يخترق، عنده قوة اختراق أكثر من جيرو الذي يعتبر لاعب صندوق أكثر، يعني خارج الصندوق ما عندك ما تدي من عند أوليفيه جيرو، اللهم إلا إذا استعملته يعني كما حطه.
هل نجح الأربعة أربعة تنين اللي لعب به اليوم جديد يشوف؟ نعم طبعا نجح. هل هو 4-2 أم 4-2-3-1؟ 4-1-1 أكثر. نجم تقول 4-1 غريزمان كان يلعب وراء تيرام. بالنسبة للخطة كانت ناجحة. كل شوف الإحصائيات تعرف كل شميدو يعني استحواذ الركنيات عدد قذفات المرمى عدد الفرص للتسجيل. المنتخب الفرنسي عنده لاعبين يقدر يلعب بأي خطة. لما يحب ديشان غير خطة يلعب 4-3-3 يقدر يلعب 4-3-3 كما يحب يلعب بهم لأن اللاعبين هذو متع المستوى العالي وتقريبا يفهموا وش يحب المدرب. نعم أمين عبدية. أنا رأيت 4-2-4 أيضا لما تكون عنده الكرة المنتخب الفرنسي بوجود ربيوك جناح أسر. فلهذا يجب أن نقول أن نظام اللعب المدرب من يحدده والتنشيط الهجومي يبقى لاعبين من تخمين اللاعبين. نعم التنشيط من تخمين اللاعبين تقريبا حتى أنه لما كنا نتابع المباراة أمين بشبير في بعض المعلق الفرنسي اللي هو لاعب سابق يقول على اللاعبين أن يتحملوا مسؤوليتهم ولا يتبعوا فقط نصائح المدرب. أكيد تحتاج دائما تكلمنا أنا وأمين في نفس الشيء لما كنا نشوفوا المباراة تكلمنا نفس الشيء قلنا أنه المنتخب الفرنسي في مباراة تكلم عن مباراة هولندا في ظل سيناريو المباراة كان يحتاج إلى لاعب إبداعي لاعب مثلا مثل نيمار لاعب مثل ميسي أيضا ميسي في الثلث الأخير من الملعب يستطيع تحمل المسؤولية الذهاب ربما إلى واحد ضد واحد مراوغة لاعبين وتسديد تسجيل الهدف. لذلك اللاعب اليوم في المنتخب الفرنسي كان كما نقولوا احنا يا كاري اسمع كل واحد يقوم بالمهام تاعو لا أكثر ولا أقل. ما نجي نقول ما لعبوش مليح لعبوا مليح مي كل لاعب كان يتحس باللي صرامة تكتيكية كبيرة بزاف في المنتخب الفرنسي كان لا كان يخص المنتخب الفرنسي لاعب متمرد تكتيكية ينسلخ من التعليمات المدرب في لحظة من لحظات المباراة طبعا ماشي في كامل المباراة مثلا كان قادر يكون بابي أيضا وما يسجلش مي كان يأخذ مسؤولية المنتخب في الهجوم له الثقة اللازمة لأخذ المسؤولية. بارك الله فيك له الثقة له الإمكانيات ذكر مبابي هل افتقد منتخب فرنسا لكيليان اليوم ولماذا لم يشركه ديدي ديشون رغم أنه كان متعادل بصفر مقابل صفر؟ جماعيا لم يفتقد إلى مبابي ولكن فرديا افتقد إلى مبابي نجع افتقد لمبابي ونعرف مكر ديدي ديشون جيدا ربما بعدم لعب المباراة اليوم يريده في باقي المباريات والأورو مازال شوفتي ما لعبش اليوم المباراة الثالثة أصلا المباراة الثالثة أيضا بنسبة كبيرة ما رحش يلعب تقريبا يا ما رحش يلعب خلاوه باش ما يريسكيوش بيه خلاوه صحيح صحيح. للمعلومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض أن يرتدي كيليان مبابي قناع يحمل العلم الفرنسي وطالبه بوضع قناع يعني ماسك سامبل son motif son couleur يعني يبقى قناع بدون اي شيء. الاتحاد الاوروبي لكره القدم يوفا منع مبابي لاعب المنتخب الفرنسي من ارتداء قناع به علم بلده في مباراه اليوم ضد هولندا نفس القانون موجود في الكاف مخالف للوائح الفيفا واليوفا وطلب منه ارتداء قناع بلون واحد لا يحمل اي رمز يعني لا سياسي ولا ديني. هنا نفتح قوس صغير نعود شهرين إلى الخلف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومباراة اتحاد العاصمة أمام نهضة بركان. هل الاتحاد الإفريقي هو السيد على الفيفا أم الفيفا سيد على الاتحاد الإفريقي قاسي؟